السلام عليكم ورحمة الله. اللي يطلب الموستنج نعتذر على التأخير. أصورها كل هذه ستاندر 2017 جير عادي. 8 سلندر. الماكينة 5 لتر. هذه الماكينة. الوقت ضيق يا شباب، ولو ودي اخذ السيارة بالتفصيل لكن الوقت ضيق. وهذه ورقة المواصفات، ثبت الشاشة جي تي 2017، قوة الأحصنة 435 حصان، وهذا السعر. التأمين بتلاحظونه غالي لأنها تخبرون سيارة حقت سباق هذه، فيكون التأمين عالي عليها. هلا صفينا كله مع بعض. من ورا فيها اربع حساسات ومخرجين شكمان. بالله مضبوط. مرات مخمل عشان استاندر غير عادي. من زر تحكم لي بالدرايش. نثبت السرعة، زر تحكم بشاشة المعلومات اللي بنص، بشاشة المعلومات نفس بعض، كلهم نفس بعض، بس تفرق مواصفات الفل وهذا أشياء بسيطة. شغل لكم السيارة الحين. بسم الله. اللكة هذه لأن البطارية ضعيفة، انتم عارفين اكثر سيارات الوكالات تصير زي كذا، يا ضعيفة يا مفصولة يا ودي نشغل النور بعد. 260 هذا المفتاح. هذا زر التحكم بالشاشة نفس اللي قبل. بختصر لكم الموضوع، الجير 6 نمر، وهذا الدرج. خل اشغل لكم النور. هذا اللد، النور الواطي، النور الصغير، زنن النور، ها النور زنن العالي، وبوريك المصطبة الخلفي الحين. اسطب الخلفي فرامل واسطب اسطبات الايدي خطوط. ايوه هذه الاشاره جايه تسلسلي. وسلامتكم.
طبعا احنا صورنا الشلفي والكشف كلها موجودة بقسم الفيديو، راح احط لكم الروابط تحت، وباقي الاحمر وباقي فئة ثانية اللي هي اللي عليها كات كاليفورنيا باذن الله راح ننزلهم بالايام الجاية. وبالنسبة لتغطية الصالة كاملة لصالة فورد موجودة بعد قسم الفيديو، وراح انزلها تحت واحط لكم الرابط تحت بالوصف. فمان الله وبحفظه الكريم.